أعاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو محادثات مع المستشارة الألمانية أنجلا ميركل ووزير الخارجية هايكو ماس في العاصمة برلين. وحتى بومبيو الذي يزور برلين ضمن جولة أوروبية تستغرق 5 أيام، حتى الحكومة الألمانية على أن تحدث بريطانيا وتحضر أو تحضر جماعة حزب الله اللبنانية. مزيد من التحليل ينضم إلينا هاتفيا دكتور أشرف سنجر أستاذ العلوم السياسية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. أهلا بحضرتك دكتور أشرف. أهلا فندم، صباح الخير. هذه الدعوة من جانب بومبيو يعني لها ترجمة، وهي الترجمة هي ما تقوم به الولايات المتحدة الآن في إقناع الدول الأوروبية باتخاذ موقف ضد إيران، وطبعا يعني إيران يعني حزب الله، يعني كل الجماعات التي تدعمها. هل سينجح بومبيو في هذه الجولة في تنفيذ هذا الهدف؟ ده سؤال مهم، لأن الخارجية الأمريكية بتقوم بنشاط كبير في ردة تجاه محاصرة إيران، لأن ميراث أوباما في الاتفاقيات التي حدثت بين إيران والاتحاد ودول أوروبا والمتحدة الأمريكية كان من وجهة نظر دونالد ترامب بأن إيران قد كسبت جولة مهمة في المفاوضات حول وقف نشاط البرنامج النووي، في مقابل أنها أخذت بعض المزايا الاقتصادية مع دول الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة في هذا الشأن. ده طبعا تقييم دونالد ترامب للدولة الإيرانية بعد الموقف يعاد مرة أخرى، يعني أصبحت أوروبا غير موفية بالتزاماتها بعدما انهار هذا الاتفاق. هنا كان على دونالد ترامب أن يدعو شركاء الأوروبيين، وأنا أرى أن جولة بيو ستنجح لأن أوروبا يعني مرتبطة ارتباطا كبيرا بالولايات المتحدة الأمريكية، لأن كثير من دعم الجماعات الغير ليست بدول مثل حزب الله نشاطات إيران في منطقة الشرق الأوسط منطقة الخليج العربي بتؤكد على أن إيران ظلت المارقة وأنها تأخذ سياسات معادية السياسة التي ترسمها الولايات المتحدة في منطقة الخليج العربي وفي منطقة بل وفي العالم. طيب دكتور أشرف، يعني في اعتقاد حضرتك هذه الجولة ستشمل ألمانيا وسويسرا وهولندا وأيضا بريطانيا، يعني ما هي الملفات التي من الممكن مناقشتها أيضا والتي تسعى الولايات المتحدة من خلال وزير خارجيتها للحديث مع الدول الأوروبية بشأنها بخلاف مسألة إيران ومسألة إدراك حزب الله أو حظر حزب الله؟ الانتخابات البرلمانية الأوروبية انتهت وانتهت بتصور يميل إلى ما تقوم به الولايات المتحدة داخليا وخارجيا فيما يتعلق بمقاومة الهجرة، وأن اليمين الأوروبي حاز على بعض المكاسب، وده بيأكد لنا ارتباط كثير من السياسات الأوروبية بسياسات واشنطن أو ما تأخذه واشنطن من توجهات. ده أمر بالنسبة لترامب يمثل نجاحا نسبيا بعد اليمين الأوروبي متشدد تجاه قضايا تتعلق بالهجرة وبحظر دخول مهاجرين وأن تكون القارة الأوروبية لأبنائها، وهذا أمر يعني طبعا ليس من وجهه نظري انا اظهر انه ليس بامرا صحيا للاقتصاد الاوروبي. الشيء الاخر، وطبعا هناك حديث مطول سيكون مع انجيلا ميركل تحديدا فيما يتعلق بمساهمات المانيا الدفاعيه في حلف الاطلنطي، باعتبار ان الشركاء الاوروبيين ما زالوا لا يقدموا مساهمات دفاعيه يعني نستطيع القول انها تعكس قوة اقتصادهم بما يقل من الـ يعني ما تدفعه الولايات المتحدة تجاه مساهماتها الدفاعية للحلف الأطلنطي. ده أمر طبعا بريطانيا والاتحاد الأوروبي في كثير من الخلاف حول
اشكاليه خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، وان بريطانيا تريد ان تعظم مكاسبها بهذا الخروج، وهذا امر يمثل نقطه نزاع تستطيع الولايات المتحده ان تتدخل فيه وان تقدم رؤيه فيه. واخيرا الموقف التركي بشرائه طبعا صفقه الصاروخ صواريخ S-400، وهنا يحاول دونالد ترامب وزير خارجيته محاصره تركيا ايضا داخل الدول الاوروبيه وداخل حلف الاطلنطي. طيب دكتور اشرف، يعني كان هناك ايضا تصريح لمايك بومبيو بانه هناك حديث او سيكون هناك حديث عن الصين. طبعا حضرتك تعلم والجميع يعلم ان الولايات المتحده الامريكيه الان تخوض حرب تجاريه ضد الصين وضد السطوه الصينيه على يعني مناطق معينه في العالم، منها منطقه الشرق الاوسط او افريقيا وايضا اوروبا. توقعاتك في المحادثات بهذا الشان؟ سؤال ممتاز. التحدي الكبير للولايات المتحده الان هي الصين، وعوضا عن نزاع مسلح بين الولايات المتحده الامريكيه والصين، تسعى الولايات المتحده الى يعني محاصره الصين اقتصاديا. حرب تجاريه انا تصوري انها حرب شرسه بين الولايات المتحده وبين الصين الان. للاسف هناك بعض الشركاء الاوروبيين من وجهه نظر الولايات المتحده لهم معاملات تجاريه وتبادل تجاري يزيد مع الصين. وقوه الولايات المتحده تحديدا بان تكون امريكا والاتحاد الاوروبي والدول الاوروبيه في يعني موقف او صف واحد تجاه الصين. الصين تتغلغل في كثير من المناطق التي كانت تمثل نفوذا للولايات المتحده، يعني منطقة عن الامر ينتقل الى مناطق كثيره في العالم، من تايوان الى جنوب شرق اسيا الى افريقيا زي ما حضرتك اشرتي. ولكن امريكا في بناء سياستها الدفاعيه والتحالفيه تبدا بالشركاء الاوروبيين، لان بتعاونهم واتفاقهم على اتخاذ اجراءات محدده تجاه الصين تظل القوه الانجلو ساكسون او المحور الاوروبي الامريكي يقود العالم لقرنين من الزمان بل اكثر. واذا تفرق الاوروبيين وامريكا تستطيع الصين ان تحقق تحول القوه وتستطيع ان تقود العالم، وهذا ما تحلم به في سكونها وتحركها الغير معلن بشكل كبير. لكن امريكا تريد ان تجذب الصين الى كثير من يعني الاحتكاكات كي تكشف الصين عن استراتيجيتها في محاوله اختراق اماكن كثيره للنفوذ الامريكي في العالم. وهنا امريكا تبدا باوروبا اولا ثم تحاول محاصره الصين في كثير من مناطق العالم، لان الصين يعني انفقاع الدفاع يزيد بشكل مضطرد، دعمها لكثير من الدول في افريقيا يزيد بشكل مضطرد، وجودها في بحر الصين الجنوبي واخرها ضرب طيارين استراليين باشعاعات من الليزر، يعني هناك تحركات صينيه تعتبر عنيفه الان من وجهه نظر الولايات المتحده الامريكيه. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور أشرف سنجر، أستاذ العلوم السياسية عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، على وجودك معنا وعلى كل ما تفضلت به. ومشاهدينا الكرام، الآن نذهب إلى فصل قصير ونعود لاستكمال هذه التغطية الإخبارية من الآن، ابقوا معنا.